انا خدت وجيت ارشفه ايه لسياده الوزيره، جيت لسياده الوزيره، انا بعتتني وزيرة لرئيس مجلس تنظيم المدينه الاتصال؟ ما عمليش اي حاجه، هكمل لك بس، اقسم بالله ما هكمل في لك اي بوضح لك، حاجه بوضح فعلا. احنا كلنا في نظام ربنا يجازي هكمل لك حضرتك حاجة. خير. احنا كلنا سوا قلنا ان هو اهالينا وعائلنا سواء انا والساده المحافظه، لكن مساله التعيينات انا بقول لك اهو، لا يملك وزير ولا محافظ، انا بقول عن نفسي انا لا املك تعيين واحد على الاطلاق بالطريق المباشر دون اعلان رسمي على بوابه الحكومه ومصلحه الضمان، انا بقول لك لا املك. اسمعني بس، في فرق بين لا املك او اي حاجه. التعليمات ممكن حاجه واحده، احنا ممكن نعمل لك مساعده من البر، مساعده عمينة انسانيه، عمينة. انا من عندي، تاخد حاجه من التضامن، انا من عندي. يا خلاص ما بناخد معاش التضامن بس، احنا ممكن مع الوزير ناخد علاج ده، احنا جايبين محمد شعلان معانا سجل، واحنا بصدد ان احنا نرفع مساعدات الفرد والحسن ان شاء الله. اللي نقدر نعمله لك ان نعمل لك مساعده ماليه من يجيني بكره من البر، ده نقدر نعمله. اما التعيين فانا اشرت على عند اقرب مسابقه، لان مش هنقدر نعملها الا من غير مسابقه معلنه ورسميه. هقول لحضرتك حاجة أنا سهلة.